السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شاء الله بغيت نتقاسم معكم كرواسة بالزبدة اللي كتجي هشيشة مورقة وبنينة. نتمنى أنكم تجربوها. إذن هنمر إن شاء الله المقادير اللي كيف ما كتلاحظوا معايا موجودين في كل دار، يعني ما كتحتاج شي حاجة كثيرة. أنا عندي نص كيلو سعر دقيق، واحد خميرة فورية مقدار معلقة كبيرة، 15 غرام ديال خميرة الحلوة، مقدار من نشا التوريق، قطعة ديال الشكلاط، جوج معلقة تاع زبدة، و 200 غرام تاع زبدة التوريق. جينا جوج بيض تاع البيض وجوج صفار ديال البيض، معلقة تاع الفاني وجوج معلق ديال سنيدة. هنا عندي سطر تاع الحليب اللي غادي نحتاجو على حسب العجين، وملعقة صغيرة تاع الملح اللي غادي نضيفها أثناء العجن. إذا نمرو إن شاء الله العجين. غادي نبداو على بركة الله نوضعو الدقيق. غنضيف معلقة تاع الفاني، جوج معلقة تاع السكر، ساشية ديال الخميرة ديال الحلوة 15 غرام، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. غنمزج العناصر. في هذه الأثناء غادي نضيف الملح اللي كما سبق ليا قلت لكم معلقة صغيرة. نخلط العناصر كاملة. دائما في العجين كنبداو بالنواشف. هنا غنضيف جوج معالق تاع الزبدة بحرارة المطبخ، نحاول ندخلها مزيان مع الدقيق. نحاولو نمزجو مزيان ونضيفو جوج بياض ديال البيض. نخلطو جيدا. من بعد غادي نبداو نضيفو بالحليب بشوية بشوية. انا هنا نسيترو ما كملتوش كامل لان الدقيق عندي ما كيتشربش بزاف. نستمرو حتى نعجنو العجين مزيان. من بعد ما كيجمع معنا العجين بحال هكا كنحاولوا نخدموه مزيان لان هاد الوصفه كتصدق من كنعجنوها مزيان مزيان. غنبداو نضيفو شويه الزبده. انا هنا زدت جوج معالق تقريبا، لما باقي كنخلي غير عمليه توريق، يعني جوج معالق كبار، ونبقى نستمر هكا حتى تجمع معايا العجين وتكون رطبه. هنا كما سبق ليا قلت لكم خاصها تدلك مزيان وندخلوا ليها الزبده مزيان. نستمر هكا حتى كتجمع. انا من بعد ما كتجمع معايا العجينه غادي نقسمها ل 8 تاع القطع كيف ما شفتوا. غنقسمها ل 8 تاع القطع ونخليها ترتاح مده 10 ديال الدقائق. من بعد ما رتحت ليا العجين غادي نرش سطح العمل بالمايزينا النشا، وغادي نبدا نسطح فيها بالمدلك. انا ما غاديش نورقوها بزاف، غنديرو قد البطبوط المغربي، يعني حجم متوسط تكون رقيقه ولكن الدوره ديالها تقريبا قد البطبوط المغربي. بعد ما سطحتها غادي نضيف ليها زبده من الفوق. غنحاول ندهن مزيان
ندهنوا الوجه كامل ونحطوها على جنب. هنستمروا بنفس العملية. كما كتشوفوا كتكون رقيقة ولكن ما غاديش نرقوها بزاف، يعني 3 ملم هكاك. بدا ندهنها بالزبدة، وقبل ما غادي نحط الوحدة اخرى غادي دائما نبقى ندير النشا عاد نحط الطبقة الثانية. نستمر بنفس العملية حتى نكمل العجينة كاملة اللي عندي. من بعد ما كملت غادي نجمع ليها الجناب كاملين، نقلب ونعاود نقاد، يعني الورقات كاملين خصهم يجوا مقادين مع بعضياتهم. وانا غادي نبدا نسطح فيها بيديا ونكمل بالمدلك حتى تولي عندي دائرة كبيرة مسطحة ورقيقة بزاف بحال العجين تاع الشباكية. وهذا هو السر في نجاح تاع هاد الوصفة، يعني خاص يكون تخدم مزيان ونحاول ما امكن نرقوها، يعني ما نخلوهاش غليظه باش ما تجيناش الكرواسه ديالنا معجنه من الداخل او لا غليظه. نستمر بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه تولي رقيقه بزاف. كي خصكم تصبروا معاه باش توصلوا لنتيجه زوينه. من بعد ما سرحتها مزيان قطعتها 16 قطعه، كلهم كيكونوا صغار. الا بغيتوا تخليوها على 8 اولا تكون كبيره شويه تقدروا تقسموها على 8. انا هنا بغيت كرواسه تجيني متوسطه الحجم. من بعد ما قطعتها كلها غادي ندهن بالزبده. هاد العمليه تقدروا ديروها قبل الا عندكم موسى البيتزا، يعني تدهنوا الوجه كامل بالزبده ومن بعد تقطعوا بموسى البيتزا على 16 قطعه. انا هنا ما درتهاش لان غنقطع بالموس العادي وتجيني عمليه صعيبه. هنكمل بهذه الطريقه حتى ندهن الوجه كامل مزيان، وغادي نبدا. انا باغا ندير في النص ديال الكميه شوكولا، نبدا نوضع من لتحت وندور الويها كامله بهذه الطريقه كما شفتوا، ونحطها على جنب ونكمل بنفس الطريقه. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كيف ما قلت لكم انا النص عندي ليه شوكولا والنص غنخليه ناتور. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه، اللوز في الداخل او لا زبيب او لا اي حاجه متوفره عندكم، ولا بغيتوا تخليوهم طبيعيين تقدروا تخليهم. من بعد ما نكمل الكميه اللي عندي غندهن لاطا بالزبده ورشها بالدقيق ونصفهم فيها ونخليهم يرتاحوا لمدة 30 دقيقة حتى ساعة المكانة. وغادي نوجد الفران نسخنو، نشعلو لتحت، من بعد غادي ندهنهم بالبيض كيما شفتو البيض والخل. الفران غادي نخليهم يعني شاعليهم لتحت بوحدو لمدة 15 دقيقة كيكونو طابو من لتحت. من بعد كنعاودو نشعلولو الفوق حتى كيبانو لنا تحمرو، ما بين 10 حتى 15 دقيقة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكروسون ديالي اللي غتشوفوا كيفاش كيجي. صراحه كيجي هشيش ومن الداخل كيكون مورق ورطب. نتمنى انكم تجربوه وكنشكركم على المشاهده والسلام عليكم.